أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هذه سائلة تقول: أنا امرأة فقيرة، توفي عني زوجي وترك أولادا أيتاما، وأنا ساكنة في دور من فلة كان يملكها زوجي ويملكها معه أخوه، فلما توفي زوجي أمرنا أخو زوجي بأن نخرج من البيت لكي نبيعها أو أن نعطيه نصيبه من الفلة، حتى إذا علم أهل الخير قال جمعوا لنا مبلغا من الزكاة لكي أعطيه لكي تكون الفلة لنا ولأولادي، فقال شخص إنها لا تستحق إعطاءها من الزكاة حيث إن للزكاة مصارف ثمانية معلومة، لذلك أفتونا هل أنا أستحق ما أخذته من الزكاة لأعطيه لأخي زوجي عني وعن أولادي أو لا أستحق ذلك، علما بأن زوجي رحمه الله لم يترك لنا مالا نستطيع معه إعطاءه لأخيه. إذا كنتم فقراء ولا تستطيعون شراء البيت إلا من الزكاة فلا بأس، لا بأس بذلك، هذا أولى ما تصرف فيه الزكاة، لأنكم فقراء ومحتاجون إلى سكن وأيضا امرأة وأيتام، ما أحوج الناس إلى هذا الشيء. نعم.